هل لك أن تصف لنا الوضع الأمني في مأرب تحديدا بعد تحريرها؟ نعم فرح، بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. في خليني يعني أبرز نقطة وأهم نقطة نتحدث عنها في قضية ما يسمى بتحرير مأرب. نعم. احنا نتحدث عن محافظة من أهم المحافظات وأكبر المحافظات وأكثرها منعة أمام الحوثي وعفاش في محاولة للسيطرة على هذه المحافظة، محافظة اقتصادية من جانب سياسي لها أهمية كبيرة، من جانب اقتصادي بالتأكيد، وحتى من الجانب خلينا نتكلم عن الجانب العقدي فيها والأصالة التي تعود لها هذه المحافظة والتاريخية، الجانب التاريخي أيضا هو مهم بشكل كبير. الجانب الأمني طبعا تعرف أنت يعني هناك فوضى تمت إنشاءها من طبعا بعد تدخل المخلوع والحوثيين والانقلابيين ودخولهم إلى صنعاء امتدادا لما حصل في الفترة الماضية. استعادة المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل الحوثيين على مجمل اليمن مرت بمراحل عديدة. مأرب خلينا نتكلم بشكل أدق محافظتين في المحافظة مديريتين التي تم دخول أو سيطرة كاملة من قبل الحوثيين عليها، ومحافظة دخول جزئي فيما يختص بالدخول طبعا اللي هي مهرب، ونتكلم عن صرواح. صرواح تجري فيها مواجهات عنيفة جدا، فيه تقدم كبير جدا في صرواح، يعني أتحدث وعد أقول أنها قاب قوسين أو أدنى من قضية التحرير الكامل ودحر الحوثيين وأنصارهم من جماعة علي. أما ما يختص بالمحافظة مجملها والمدينة الرئيسية اللي هي مأرب، كان هناك محاولات دخول لم يتم السيطرة عليها، كانت هناك مواجهات تم صدها وردها بدون أن يكون هناك سيطرة نهائيا للحوثي أو لعلي صالح على مأرب بأي شكل من الأشكال. فبالتالي نتكلم ليس عن تحرير مأرب بقدر ما هو رد ودفع الهجوم والاعتداءات التي قام بها الحوثي وجماعة علي صالح من الحرس التابعين أو من المتحوثين، تم صدهم بشكل كبير. زرنا كثير من المواقع التي نشبت حول المدينة، مدينة مأرب، وهناك آثار المواجهات التي تمت في محاولة اقتحام المدينة وفشل عندها الحوثيون. فيما يختص بالجانب الأمني خلينا نتكلم عن أبرز نقطة وأهم نقطة، القضية الموجودة في المحيط الخارجي للمدينة مأرب بتحديدا في المناطق التي حاول الحوثيون التسلل إليها. تم زرع، ونتحدث على سبيل المثال عن سد مأرب بعد تحريره، نتحدث عن مشكلة أو إشكالية الألغام الأرضية المزروعة التي تدل على أنه ما يقوم به الحوثي وعلي صالح هو عبث وفوضى، وهي انتقام من الشعب اليمني قبل أي انتقام من أي شخص آخر. بضعة كيلومترات يوجد فيها، يعني لا تتجاوز كيلوين إلى 3 كيلوات، يوجد فيها أكثر من 440 تقريبا لغم أرضي بشكل عشوائي. نعرف جيدا أن الجيوش العسكرية المحترفة أو الرسمية في مواجهاتها وعند وضعها لخطط عسكرية في زراعة الألغام تعمل ما يسمى بمزرعة، ولها مفتاح خارطة فك في حال انسحاب أو صلح أو غيره بقضية فك الألغام بشكل آمن وإزالتها. ما حدث يعني نسمع من وقت إلى آخر بعض الانفجارات الناتجة عن الألغام التي تم الدخول حقل الألغام العشوائي والمتقارب جدا الشكل الانتقامي. أما ما يختص بإطلاق النار وإحنا يعني نسمع بشكل متواصل، يعني يعود منه جزئية طبعا إلى قضية الأفراح والعراس التي تتم لبعض الأشخاص الذين يقومون بحفل زواج، فبالتالي عند سماع إطلاق النار وما يسمى بالضوء أو الشباب تشاهده في الاحتفالات مع بعض الألعاب النارية، سلوك سماع طلقات الرصاص طبعا في اليمن مجملا هو سلوك اعتيادي في 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 المنطقه من الجانب القبلي في قضيه الفخر وفي الافراح وفي المناسبات والاستقبالات. فبالتالي هذه هي القضيه، كل ما يوجد هناك بعض الجيوب التي تحاول الدخول، شاهدنا بعض الحالات التي من تحاول ان تعبر بشكل او باخر تتبع للجماعه الحوثي وعلي صالح يكون رد فوري عليها من قبل الراي العام، المدنيين ايضا وليسوا عسكريين او مسلحين، من المدنيين الذي ظهروا خلال نشرات كثيره معنا في الشوارع باختفاء التسليح بشكل كبير عما كان هو معتاد عليه. كثير من المواطنين اليمنيين في مأرب بشكل مدني يتعايشون حتى بدون حمل السلاح، وآخرين المنضمين للمقاومة والجيش الوطني الرسمي طبعا. شكرا لك عثمان الغامدي، حدثتنا من موقع يعني عفوا فرحنا نتكلم معك من موقع حاليا من أهم الشوارع الموجودة في المحافظة مقابل محافظة مأرب، مبنى محافظة مأرب. يعني مثل هذا الوقت بالتأكيد في مناطق صراع يعتبر مقلق، نحن نظهر فيه وظهرنا يوم البارح وظهرنا الوضع اليوم الصباح. فاللهم لك الحمد، بقية المناطق بالتأكيد إن شاء الله ستكون تباعا لما حدث في مأرب. شكرا لك، مقبرة للحوثي وأعوانهم. شكرا لك عثمان الغمدي موفد الإخبارية، حدثتنا من مأرب، شكرا جزيلا لك.